بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم بعنوان تاريخ أصول الفقه. سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على المرحلة الأولى لنشأة علم أصول الفقه، وسنتعرف على المرحلة الثانية لنشأة علم أصول الفقه، وسنتعرف على المرحلة الثالثة لنشأة علم أصول الفقه. أولا، المرحلة الأولى لنشأة علم أصول الفقه. كان علم الأصول كغيره من العلوم الشرعية والعربية موجودا عند السلف، ولكنه لم يكن مبوبا ولا مقننا ولا مضبوطا مكتوبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي، والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام، أمر معروف منذ زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح: اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس، وفي لفظ: فبما قضى به الصالحون، فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. فأصول الاستدلال للصحابة رضي الله عنهم يستنبطون الأحكام أولا من كتاب الله، فإن لم يجدوا في كتاب الله شيئا انتقلوا بعد ذلك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتقلوا بعد ذلك إلى الإجماع، فإن لم يكن هناك إجماع ينتقلون بعد ذلك إلى الاجتهاد. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين. وقال القرافي عن علم الأصول: إنها أول مراتب المجتهدين، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعا. غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعا. المرحلة الثانية لنشأة علم أصول الفقه. بقي الأمر على ذلك حتى قام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله بكتابة هذا العلم مستقلا، وتقنينه على أقرب صورة إلى الاستيعاب والكمال في كتابه الرسالة. وسبب كتابته لما طلب منه الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ من المنسوخ، فوضع له الشافعي هذا الكتاب، ولم يسمه الشافعي الرسالة، وإنما كان يقول كتابنا وكتابي والكتاب ونحو ذلك، ولكنه اشتهر عند العلماء بذلك لأنه أرسله لابن مهدي فسمي بالرسالة. ثم أعاد الشافعي كتابة هذا الكتاب مرة أخرى بعد رحيله إلى مصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي. وقال الرازي: كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دليل الشريعة وكيفية معارضتها وترجيحاتها. فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. المرحلة الثالثة لنشأة علم أصول الفقه. بعد الشافعي رحمه الله تعالى كثرت الكتابة في علم الأصول، كثرت الكتابة في علم الأصول بطرق متنوعة وتآليف مختلفة، ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار علما مستقلا له كيانه ومميزاته. كان القرنان الخامس والسادس هما
عصر ازدهار التأليف في أصول الفقه، حيث ظهرت فيهما أهم كتب أصول الفقه مثل العمد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري، واللمع والتبصرة وكلاهما لأبي إسحاق الشيرازي، والعدة للقاضي أبي يعلى، والمستصفى والمنخول وشفاء الغليل للغزالي، والواضح لابن عقيل، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، وأصول الصرخسي وأصول البزدوي، وإحكام الفصول والإشارة لأبي الوليد الباجي. ختاما عزيز الطالب، هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس. عرفنا فيه المرحلة الأولى لنشأة علم أصول الفقه، وعرفنا فيه المرحلة الثانية لنشأة علم أصول الفقه، وعرفنا فيه المرحلة الثالثة لنشأة علم أصول الفقه. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.